حاجة أنا مبسوط منها جدا إن أنا موجود النهاردة في النادي الأهلي، وبحمد ربنا إن هو حقق لي أمنيتي دي. من زمان كان نفسي أنا وأهلي إن الأمنية دي تتحقق، والحمد لله قدرت إن أنا أجتهد وأسعى إن أنا أوصل لها، والحمد لله قدرت أحققها. يعني المفاوضات شغالة من السنة اللي فاتت بس ما حصلش نصيب. كان الكابتن الألعاب صديق كلمني وقال لي اتفقنا على كل حاجة، بس ما الحوار ده نصيب. فضلت عادي اشتغل واجتهد لحد ما الحوار اشتغل تاني في شهر 12 اللي فات ده. قعدت مع كابتن سيد عبد الحفيظ كلمني، قعدنا مع بعض، هي قعدة واحدة يعني، اتفقنا عليها على كل حاجة واتقابلنا النهاردة تاني. فأنا مبسوط جدا طبعا، وبحب اشكر كل جمهور النادي الاهلي اللي وقف في ظهري الفتره اللي فاتت وساندني ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. وبوعدهم ان شاء الله ان بقول لهم هعمل حاجه كويسه، يعني مش هقصر خالص معاكم ولا هبخل ابدا بجهد خالص للفريق، وباذن الله نقدر نعمل حاجه كويسه ونحصد بطولات ونرفع اسم النادي باذن الله. مين في مصر يجي له النادي الاهلي وما يتمسكش بيه وما يبقاش عنده الرغبه اللي هو يجي؟ يعني ده انا فعلا اتحطيت تحت ضغوط صعبة جدا حد يتحط فيها، بس أنا أصريت وبقيت أستخير ربنا. وبصراحة كانت كل حاجة النادي الأهلي خلاص. أنا قلت لهم يا جماعة أنا مش هروح خلاص غير النادي الأهلي. الحمد لله قدرت بإصراري بعزيمتي إن أنا خلاص هلبس التيشيرت الأحمر، أنا هلبسه إن شاء الله. ربنا حقق لي أمنيتي، يا رب يا رب كده تتحقق أكتر وأكتر. نعمل حاجة زي ما قلت لحضرتك، طول ما أنا عندي إصرار إن أنا أجي وطموح لازم هتتحقق إن شاء الله. والدنيا خدتش يعني خلاص، هما اول ما الكيت فتح النهارده 7 ولا 8 كان الموضوع خلصان. طبعا ده حاجه ما كنتش احلم بيها طبعا اي لعيب يتمناها، والحمد لله ان انا قدرت احقق حلمي واحققه اكتر واكتر باذن الله بتتويج البطولات. انا الكابتن محمد يوسف اشتغلت معاه قبل كده، والكابتن سيد عبد الحفيظ كان في ما بيننا تليفونات، بصراحه كلهم محترمين جدا، والكابتن الباشمهندس عادل بكائي طبعا. فباذن الله اقدر اوعدهم ان انا في الملعب اعمل اقصى حاجه عندي عشان اقدر اسعد جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا هو نزل رحب بيا وقال لي مبسوط انك موجود معانا، بس في كلام تاني نتكلم فيه مش دلوقتي عشان ما فيش وقت فعلا. فانا طبعا قلت له انا مرحب واصريت ان انا لازم اكون موجود في وسط المجموعه دي، وربنا حققها لي، وباذن الله اقدر اعمل مع حضرتك اللي هتامرني بيها اعمله لك، اللي هتقول لي عليها اعمله. ورحبنا ببعض وكده وخلاص. بلعب في اكبر نادي في افريقيا يعتبر، فطبعا الموضوع صعب مش سهل. طبعا اللعيبه اللي هنا المدافعين رامي ربيعه وسعد سمير دول صحابي جدا. رامي ربيعه لعب مع منتخب شباب، مدافعين كويسين جدا، بس ربنا يشفيه يا رب ويرجعهم بالسلامه الاثنين. فانا طبعا دي حاجه صعبه عليا، بس باذن الله هبقى قدها مع العزيمه والاراده، هقدر احقق الجمهور بيتمناه ان شاء الله. بشكر الكابتن محمود الخطيب اللي هو اصر برده كان في ظهري، هو كابتن سيد عبد الحفيظ، ان انا اكون متواجد، هو الباشمهندس عادل بكاي كانوا في ظهري جامد ان انا ابقى متواجد. وانا بشكرهم جدا وبقول لهم باذن الله هقدر اشرفكم واعمل حاجه تسعد الجمهور كله ان شاء الله. لا كلنا اخوات، وباذن الله نقدر نعمل حاجه تسعد النادي الاهلي، ما هو احنا واللعيبه والجهاز والاداره واحد طبعا، باذن الله نقدر نعمل حاجه ان هي ترفع النادي الاهلي وتسعد الجماهير ان شاء الله. بشكر جمهور النادي الاهلي وبقول لهم جميلكم ده انا في رقبتي، انا هرد عليكم في الملعب بيه. يعني انا جمهور النادي الاهلي انا هقول له حاجه، يعني انا الدعم اللي حصل ده على السوشيال ميديا كله انا ردي في الملعب باذن الله، ان انا هجيب لكم باذن الله، يعني مش هبخل خالص على الجمهور النادي الاهلي باي حاجه، وباذن الله نقدر نحصد البطولات ونسعدكم ان شاء الله انا وزمايلي.